مساء الخير يا استاذ احمد. مساء الخير. حضرتك بس عرفنا بس ايه طريقه الـ طريقه الـ القرعه بتجراها ازاي والاتحاد بتعمل ازاي؟ من البدايه هي بتتقسم طبعا حسب رغبه العميل، بتتقسم حسب المنطقه والمدينه والدور والمساحه حسب رغبته اللي مسجله، بتعمل كوب بالمنظر دوت ماشي، بتتحط في تجمع في الصندوق وتطلع واحده واحده. بيطلع اول ما الصندوق بيطلع بياخد نمره رقم طلوعها من الصندوق، بعد كده بتعدي على اللجنه تاخد رقم الوحده ورقم العماره، وبعد كده اللجنه بتمضي عليها. يعني اول ما بينده الاسماء والارقام بينده الاسماء وكل الوحده والايه والشقه بتاعتها، بعد كده اللجنه بتمضي عليها وتتختم من الايه من الجهاز. بعد كده تيجي عندنا تسجل على الحاسب الالي رقم الاستماره رقم العميل وتتسجل عندنا في البنك. الكشوف بتاعتها كلها الكشوف بتاعتها بتطبع، بعد كده اللجنه بتمضي عليها وتختمها وتتراجع وتتظبط ان شاء الله لحد ما تطلع على السايت وتتنقل الارقام بتاعتها. طب العميل اللي هو مثلا ما عرفش في القرعه بتدوره مثلا بيخش على الموقع في جوابات بتروح له على العنوان اللي هو مسجله، وفي خدمه جديده ان بتبعت له رساله ان هو فايز، وبتزاد انها بتتعلن على الموقع بتاعنا بيبقى على الموقع البنك بعديها ب 48 ساعه بيبقى استعلان برقم. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم.